مرة تانية بنستكمل حديثنا عن الأب متى المسكين، الفكر الفلسفي للأب متى. وقفنا عند نقطة قد تكون مهمة أو قد تكون عنوان لتساؤلات في أذهان ناس كتير لا يجرؤ أحد على طرحها في الحقيقة. وإحنا مش بندعي الشجاعة في طرحها، إنما هو أمر موضوعية خالصة عندما نطرح شخصية الأب متى المسكين وقديس عظيم زي قداسة البابا شنودة الثالث. يذكر في التاريخ أن خلافا ما كان بينهما، ايه اصله ولا مش عايزه اقول لحضرتك ايه ابعاده، لكن لاني مش مشغوله ابدا اعرف ابعاد الخلاف، لكن مشغوله قوي نعرف حجمه لالا نعظمه ونزيد منه. انا في ظني انه في اسباب لا علاقه لها بالخدمه ولا علاقه لها بالعقيده ولا علاقه لها حتى اختلاف وجهات النظر، لان الكنيسه بتعيش بالتعدد والتنوع. يعني حتى منذ اسست في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على التلاميذ كان بينهم الطبيب، كان بينهم الصياد، كان بينهم اللاهوتي البارع، وكان بينهم البسيط الذي يتكلم بتلقائية، واخد بالك، كان بينهم الذي يتكلم بلغات زي بولس الرسول، وكان بينهم الطبيب زي لوقا، وكان بينهم يعني بين قوسين نقدر نقول الأمي أو ما يشبه زي بطرس الرسول وغيره، يعني إلى حد ما، وماش أمي ولا حاجة، لكن إلى حد ما أقصد التفاوت الثقافي والفكري والتفاوت في الرؤى وحتى في الطبيعة. واحد حاد جدا وواحد حنين يبكي من أبسط كلمة عندما ينظر إليه يسوع فيعود ليبكي وكذا. يعني في تنوع، هذا التنوع الكنيسة لا تعرف القولبة. عندما أراد البعض أن بولس وسيلة اختلفوا ومرقص وكان الاختلاف على مرقص، وكان سبب بركة لمصر، لأن لولا هذا الخلاف ما كان لنا بشير مثل مرقس. لكن هناك البعض الذي أراد أن يكون ملكيا أكثر من الملك ويتقرب من القيادات الكنسية بشكل أو بآخر، فيغازل العواطف البشرية. من هنا جاء ربما كانت أحد أسباب الخلاف. الخلاف الآخر ربما في أن الأب متى المسكين كان يؤمن بأن الإصلاح يبدأ فكرا، البابا شنودة كان يؤمن أن الإصلاح يبدأ إدارة. اختلاف وجهات النظر، لأن دي سكة ودي سكة ودي تاخد لحاجة ودي تاخد لحاجة، مفيش مشكلة فيها، لكن كان من الممكن أن يكون هناك ثمة تكامل. لكن وجود من دخل بين الاثنين أفسد العلاقات إلى حد ما. ولكن في النهاية عاوز أقول لك أنه كانت هناك دلائل أنهم أدركها معا، أنه الخلاف لا يمكن أن يكون لصالح الكنيسة. فتمت زيارة البابا للدير البابا شنودة تحديدا طبعا. للدير أنبا مقار، ولكن أن تعودي إلى كلمة الأب متى المسكين الذي قال أن الصحراء تزدهر اليوم بزيارة بابا وبطريرك الكنيسة لأولاده. ها نحن نعيد عصر زيارات الآباء الكبار لأولادهم الرهبان. الله الله. الكلام إذا أنا ما عرفش الجملة، لا ده متسجل، وأي حد في اليوتيوب يكتب بس زيارة البابا شنودة الأولى لدير أنبا مقار ويشوف الأبونا متى ماذا قال، ليرد عليه صاحب الكلام المفوه البابا شنودة ويقول أنا هنا عدت لأستقي مرة أخرى زخم الآباء. في غزل متبادل روحي متبادل، لكن في ناس بتصعب عليها قوي أن الكنيسة تعيش في سلام، زي بالضبط ربما هذه المرحلة التي نعيشها. يعني قداسة البابا توادروس خد قرار شجاع بأنه آخر أول معرض كتاب يقام في عصره يخصص معرض. جناح كامل لكتب أبونا متى، وما زالت تعرض حتى الآن في مكتبة الكنيسة. هذه نوع من المصالحة بين أعضاء الجسد وبعضه، ودي الأجواء اللي تنمو فيها الحياة الروحية. أعتقد أنه لا, لا, لا جو آخر سوى جو المحبة نستطيع أن ننمو فيه. بالضبط. أنا بستأذن حضرتك، معانا أحد محبي الفكر الآبائي اللي حضرتك كنت بتكلمنا عنه، محبي الأب متى المسكين الدكتور رأفت ويليام معانا على التليفون. أهلا بك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتوره دينا، واهلا بالدكتور كمال، وانا بشكره جدا على تشريفه قناه الحريه. الحقيقه بيزيدنا من زخم الفكر المستنير اللي احنا محتاجين له جدا جدا جدا. شكرا يا دكتور. في الحقيقه يعني انا عايز ابتدي واقول انه
أنا طبعاً بحب جداً أبونا متى المسكين، اتربيت على كتبه، كان هو الدير المفضل اللي بنزح إليه تقريباً كل عدة شهور علشان خاطر أقضي ليالي وليالي هناك. بس أكل كنا بنروح عند الكيلو 92، نركب الأتوبيس اللي بيطلع من مصر لإسكندرية الصحراوي، وننزل ناخد 5 أو 6 كيلو مشي، ما كانش لسه في الطريق المعبد الموجود دلوقتي. لكن ما عايز اقول لك انه كان بتبقى زي الهديه اللي احنا كنا بننتظرها انا ومجموعه من اصدقائي، ان احنا نروح هناك وناخد بركه الدير وناخد بركه ابونا متى. وبفتكر انه الساعه 2 بالليل بدق الجرس علشان خاطر ننزل ونبتدي التسبيحه تسبيحه نص الليل. واعتقد انه لان من صغري كنت بعمل كده، يمكن وانا في اواخر ثانوي وجامعه قدرت ان انا اشوف فعلا يعني ايه انه ناس بتتعبد. المشكله اللي احنا كنا بنشوفها حوالينا انه في ناس بتؤد، لكن انا شفت في الدير هناك ناس بتتعبد، مش مجرد بيقوموا علشان خاطر يعملوا طقس عشان خاطر يعملوا بعد كده القداس، لكن شفت ناس دايبة اللي هي بتقولوا وكأن هي نفسها بالروح بتاعتها بتقدم هذه التسبيحة. وأنا أعتقد إن دي كانت بصمة غير عادية على حياتي. وأعتقد يا دكتور إنه هي دي السمة اللي من أجلها العلمانيين زي ما حضرتك بتقول انك كنت كشخص شاب في مقتبل حياتك بتروح الدير، هي دي الفكره اللي بتجذب كل الشباب في انهم يروحوا للدير، عشان حياه الاباء الرهبان هي اللي بتدينا الفكره دي، فكره انه يتتلمذ شخص علماني على يد راهب. ودي فكره اعتقد انها بدات في العصر الحديث، ما كانتش دائما او ما كانتش زمان موجوده. في زمان كان بيبقى الراهب يتتلمذ على يد راهب. فقولي حضرتك احنا عايزين نفتكر كمان ان قديس اثناسيوس الرسولي وهو كان شماسا علمانيا لا يحمل درجة كهنوتية في هذا الوقت، وهو تتلمذ على ايدين الانبا انطونيوس، وبعد كده وهو سنه 19 20 سنة راح كشماس مع البابا الكسندروس في مجمع نيقيا وحام عن الايمان، وعمل لنا بقى الرسائل ضد الهرطقة والوثنيين وتجسد الكلمة، كل الحاجات اللي النهارده حصلت على الكنيسه كلها. فاحنا الحقيقه زي ما يكون ابونا متى كان بدايات عوده هذه الروح الايمانيه النفسيه، الاثنين مع بعض، الفكر اللاهوتي العميق مع الحياه المستنيره اللي بتعيش بسر الانجيل. ويمكن دي حاجه من المميزات الحقيقه اللي انا نفسي ان انا كنت اتكلم عنها. وانا اعتقد ان يمكن واحنا بنفكر في بدايات قناة الحرية، ده كان واحد من الجايدنج برينسيبلز اللي احنا فعليا بنتكلم عليها دايما. طبعا بجانب انه كان اول راهب جامعي، وانه فعلا زي ما قال عنه نيابة الانبا مخاييل شيخ مطارنا عندنا في الكنيسة القبطية، ربنا يخليه لنا ويحافظ عليه يا ربي، انه ابونا متى المسكين كان حلقة ذهبية في سلسلة ابائية. ده اللي انا نفسي فعلا قوي ناكده من خلال البرنامج النهارده، انه احنا بنتكلم على الاباء دايما على انهم تاريخ. النهارده ربنا بيحط ما بين ايدينا الفرصه ان هذه الحياه وهذا العصير الدائم في جوف الشجره ان هو يستمر، علشان خاطر الاغصان بتاعتنا النهارده تكون فعلا مليانه بهذا الرحيق. طبعا يعني انا بفتكر جدا وانا يمكن شاب صغير خالص في ثانوي، وكنا بنتلهف على كل الوعظات بتاعت ابونا متى. ساعتها كانت بتتعمل على بكر كتير كده، واول ما نزل الكاسيتات اللي هي بنسجل منها كنا نقعد وصامتين ونسجل على الكاسيتات ديت عشان البكر دوت ممكن يبوظ. وكنا يعني عايز اقول لك انه فعلا يمكن كان منهج تلمذة كامل، وحاجات الواحد يمكن بعد كده لما بدا يقرا لقينا الله ده الكلام ده كله ابائنا عاشوه، وابونا متى يمكن طاغوا لينا في هذه الكتب زي حياه الصلاه وغيره.
عايز اركز على بعض نقط صغيره جدا اعتقد ان هي مهمه ان احنا نركز عليها. ابونا متى كان الرهبنه بالنسبه له ما هواش مجرد خروج من العالم، لكنه كان خروج من روح العالم لاجل العالم علشان خاطر يملحه، ولاجل العالم علشان خاطر يكون نور ليه. ودوت يمكن اللي بنشوفه ان الدير النهارده بيأثر جدا في الكوميونتي اللي حواليه، بيأثر جدا في العالم اللي حواليه. احنا النهارده الدير بيصدر حاجات ممكن يصعب جدا ان هي تكون موجوده في اراضي صحراويه. جزء من الحاجات اللي انا قريتها لابونا متى وسمعتها له انه كان دايما بيؤمن انه المكان اللي فيه حضور الله، المكان دوت بتنتزع منه اللعنه اللي على الارض، ويبقى عليه بركه خاصه وبصمه الهيه ليها ابعاد تخرج عن مجرد الروحانيه الداخليه للناس، لكنها تؤثر حتى في الطبيعه. وده يمكن اللي احنا بنشوفه انه يمكن الدير بيعمل انتاج تطبير وبيوصل للعالم كله، وحاجات صعب جدا ان هي تكون موجوده وتطلع من الارض الصحراويه. فهو كان بيؤمن ان هناك مناطق محرره يمكن ان تتحرر من سلطان اللعنه بتاعه ابليس على الارض من خلال الصلاه والتسبيح والخشوع وحضور ربنا المتواصل. احد الاباء في الدير قال لنا عن انه كان في ابحاث علميه في الزراعه بتجرى في الدير، مش مجرد عمل يدوي او عمل لاجل انه يكون عمل اليدين بحسب النشاط، انما الامر ممنهج وعلمي جدا هناك في الدير. بالضبط، وفي تحس ان هناك بركه، وفي فعلا حاجه مش مجرد ان انت بتطوعي الطبيعه علشان تصنع مالك يعني مهيئة لي، لا، انت فعليا هناك ايضا نوع من البركة اللي نتج من اللي ربنا بيعمله ممزوجة بالعلم الحديث وتطويعه علشان خاطر فعلا اصلاح الارض. الحقيقة دير ابو مقار تحت القيادة الروحية لابونا متى المسكين كان في رأيي انا ان هو معمل تنقيب عن الابار القديمة، الحاجات الكتيرة اللي اتردمت. أغلب الناس، يعني أنا مش بقول حاجة جديدة، إنه كل الرهبان اللي عايشين يترهبنوا في دير أبو مقار ما كانش عندهم أي طمع في حياتهم غير أن يظلوا رهبان، لكن كل تركيزهم مش بس على الصلاة والعبادة، لكن على إن هم ينقبوا في تاريخ الكنيسة، في أصالة الكنيسة، يبتدي يطلع المعنى الروحي من كل حاجة، يبتدي يحصل نوع من التوثيق والتقنين، بحيث انه يبقى بين ايدينا مش مجرد توارث شفوي، لكن هناك ايضا يكون ما بين ايدينا توثيق لكل المعالم الابائيه وازاي ان احنا نقدر نوصل لها النهارده. انا عايز اقول لك ان مرات كتيره جدا ممكن واحد ما يعجبوش طريقه معينه في العباده، ما يعجبوش موسيقى معينه، ما يعجبوش تصرف معين، فعلى طول يوصفوا ان ده غير ارثوذكسي. الحقيقه في الدير بتقدري تلاقي وخلال ابونا متى وكلماته ازاي ان احنا بنقدر نوثق ما هو وماذا تعني الارثوذكسيه؟ هي الارثوذكسيه بس هي استقامه التعليم ام استقامه الحياه؟ ام الاثنين مع بعض؟ واللي بيسميها القديس اكليستوس ان الارثوذكسيه هي استقامه الروح. فالحقيقه ابونا متى المسكين كان علامه ضخمه جدا على الامر دوت. افتكر انه في احد الوعظات اللي سمعتها له وانا كنت شاب صغير، كان بيتكلم ازاي انه الرهبان اللي قاعدين في الدير هم ناس بيؤثروا جدا في حياه العالم، هم ما خرجوش عن التاثير في العالم، لكن هم بيؤثروا تاثير اكبر على اللي بيحصل في العالم، لانه بيقول انه العالم الروحي اللي احنا عايشين فيه اللي بيؤثر على هذا العالم المادي اللي بنشوفه كل يوم وبيتتابع الازمنه بتاعته هو متوقف على ما يحدث في العالم الروحي. فهو كان بيقول ان الرهبان زي ناس واقفين على الاسوار لا يسكتوا ولا يدعوه يسكت نهارا وليلا، وان هيجي الوقت
اللي الاول ما ناخد العلامه من ربنا انه الناس دولت هينزلوا علشان خاطر يبرزوا باسم المسيح في العالم. فهي انا باكد الكلام اللي كان بيقوله الاستاذ كمال انه الرهبنه الحقيقيه هي تفاعل عميق جدا مع المجتمع. الحاجه الاخيره يمكن انه علاقه الكنيسه والدوله الحقيقه بمهاره مذهله ابونا متى المسكين قدر انه يعمل وياخد مواقف وطنيه جدا ومسيحيه جدا، واعتقد ان ده جزء من النبراس المهم جدا لكل الناس الحقوقيين وكل الناس اللي بيدفعوا عن الحقوق المدنيه للناس. احنا يبقى عندنا هذا التوازن الرائع. يمكن كتابه الكنيسه والدوله من الكتب المميزه جدا. انا مش عايز اطول عليكم واخد الوقت، لكن ابونا متى المسكين الحقيقه يعني جزء من اللي فعلا نتمنى ان احنا نقوم به هو ان احنا يكون هذا التراث متاح ومتاح بطريقه بسيطه. ابونا متى المسكين يتميز ان كتبه مرات كثيره عمقها اللغوي والفلسفي عالي، لكن لما تسمعي له الوعظات بتاعته تحسي بالبساطه الشديده جدا. ازاي نمزج ما بين الاثنين دولت، وازاي نقدر نقدمه في احسن صوره، وازاي نعطي لهذا الرجل الحق بتاعه في انه فعلا كان سلسله ذهبيه، إن هو حلقه ذهبيه في هذه السلسله الابائيه الممتده. دي حاجه احنا بنصلي ان ربنا يساعدنا في قناه الحريه ان احنا نقدر نقدمها للعالم كله. كل شكر لحضرتك دكتور رأفت على هذه المداخلة، وأنا عارفة أنه لديك الكثير لتقوله عن الأب متى المسكين. عودة للأستاذ كمال زاخر والوقت بيجري بينا. عايز أسأل حضرتك أنه حضرتك مفكر، تأثرت كثيرا بالأب متى المسكين، عشان كده انشغلت جدا أنك تكون معنا النهاردة. إزاي العالم، مش بمعنى العالم أو اللي هو الحياة البعيدة عن الحياة الروحية، لكن أقصد ازاي تاثر الفكر الانساني بالاب متى المسكين والى اي مدى؟ نفسي اللي ما يعرفش قدر هذا الرجل القديس يمكن داخليا يعرفه عالميا، الناس بتقدره ازاي او بتقرا له ازاي؟ شوفي، الاب متى المسكين كان محل اهتمام المفكرين والاكاديميين ايضا، لدرجه ان في واحده من السيدات المصريات الرائعات عملت رساله دكتوراه عن ابونا متى. والمهم في هذه الرسالة أنها كانت في جامعة مصرية، ليست في جامعة دينية، ولكن في جامعة مصرية من أقدم الجامعات، وهي جامعة القاهرة في كلية الأداب في قسم الفلسفة، هي حاليا الدكتورة عايدة نصيف. الحقيقة عملت رسالة الدكتوراه بتاعتها عن تجديد الفكر اللاهوتي الفلسفي بين توما الإكويني وبين متى المسكين، الأب متى المسكين. واختارت النموذجين دول ليه؟ توما الإكويني أحد الرموز في الكنيسة الكاثوليكية في آخر العصور الوسطى، ما قبل مرحلة النهضة اللي شافتها أوروبا والخروج من هذا النفق المظلم، وكان فيلسوفا يعني رائعا في هذا التوجه. والأب متى المسكين كان في آخر عصور الوسطى المصرية أو العربية، الذي كافح من أجل أن يؤسس لخروج جديد مصري من هذه العصور على المستوى الفكري وعلى المستوى الروحي وعلى المستوى الديني. وأظن أنه الآن نحن أحوج إلى إعادة إحياء هذه الرؤية. عاوز بس أقرأ لك برضو سطرين نستغل الوقت فيهم، كتبتهم الدكتورة عايدة في رسالتها اللي تحولت إلى كتاب بنفس العنوان. بيقول إيه؟ هو بيتكلم عن حاجة هامة ومهموم بيها قداسة البابا تواضروس، وهي الوحدة بين الكنائس، واللي بيتحمل في سبيلها كل التيارات التي تهاجم الآن هذا التوجه من الأصوليين المسيحيين. وخليني أقول لحضرتك أنه من يمتلك يعني الوعي بمشيئة ربنا يقول لك يهاجم من يهاجم، دي مشيئة السيد المسيح. هو في رسالة، في رسالة أقول لك اللي قالوا إيه. يقول لك، يقول الأب متى المسكين عن عدم وحدة الكنيسة مصليا للمسيح، خدي بالك بقى من التعبيرات الرائعة، إنك إن كانت كنيستك يا رب هي جسدك وأنت رأسها، فافتقد
افتقد الجسد لأنه اعتل، والرأس لأنها في وجع. أعضاء جسدك ليسوا في وفاق، فهل تفتقدهم؟ فهل تحنن قلب الأعضاء لتتقابل يوما في الصلاة أمامك؟ لأنك إذا افتقدت الأعضاء الموجوعة صحيت السليمة. جسدك مريض يا يسوع، فأين نبحث عن شفاء؟ الكل يغني ويرنم ويسبح، ولكن صوت الأنين هو الغالب. لمن نذهب والصلح الوحيد هو معك، والرضا والتسامح والغفران. بتعلق الدكتورة في بحثها وفي رسالتها تقول إيه؟ فقد جعل الأب متى المسكين للكنيسة الأرثوذكسية مسؤولية أكبر من مسؤولية الكنائس الأخرى، مش في الدرجات، في المسؤولية، وهي البدء في العمل على إيجاد الوحدة بينهم لتكون مقدمة لوحدة الكنائس الأخرى. في بداية إصلاح الكنيسة عنده تنطلق من إصلاح الكنائس الأرثوذكسية بعمل الروح القدس، لينعكس ذلك على الكنائس المختلفة الطوائف، فتتحقق الوحدة التي بدورها تنعكس على العالم بأكمله، وهي رؤية جديدة وجريئة قوامها روح الإنجيل ومعرفته به معرفة جيدة من أجل إصلاح العالم بأكمله. نقطة بالضبط. هو ده اللي احنا عاوزين نقوله. بالضبط. ده الفكر المقدس. ده الفكر الآبائي، أن يصير الكل في واحد، كما أنا وأنت عندما كان يخاطب السيد المسيح في يوحنا 17 الآب، ويقول كما أنا وأنت واحد ليكون هم أيضا فينا واحدا. هو ده اللي احنا بنسعى ان احنا نتمتع بيه، متعة الوجود في حضرة الله الواحد والشعب الواحد. أنا عايز أقول لحضرتك أنه ما فيش أجمل من الكلام ده أننا نختتم به الحديث عن فلسفة الأب متى المسكين، فلسفة هذا القديس المفكر اللاهوتي الذي لم يكتشف بعد. إحنا كلنا وهو ليه تلاميذ كثيرين. أعتقد أنهم هم اللي بيحملوا الرسالة، الوحدة في المسيح، ومن يجرؤ على أن يتحدث على رغبة أخرى في خلاف عندما يتحدث المسيح عن الوحدة. أشكرك جدا فكر الكبير والكاتب الأستاذ كمال زاخر، كل شكر لحضرتك على أنك قلت لنا بعض مما لديك عن هذه القامة الكبيرة.